الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعلومة الرابعة اللي انت محتاج تعرفها وانت بتتعامل مع الفيكتور، ان انت الفيكتور اساسا بيديك الحجم بتاعه، مش لازم تكون عارفه. يعني انت هنا قعدت تدي باش باك، انت حبيت من نفسك تدخل 5، تمام، سيبك من 5 خلاص. هنا بقى انت لما جيت تطبع مش لازم تبقى عارف انت الفيكتور فيه كام عنصر، لان هو ممكن يتغير بأي حالة من الأحوال. فبدل ما تكتب تم بأصغر من 5، تيجي عندك تكتب ماين دوت سايز كده، هو لوحده هيشوف لك الفيكتور بتاعك فيه كام عنصر ويطبعهم لك، بحيث لو اتغير، بحيث حصل اي مشكله انت لكش دعوه. نفس الكلام هنا ماين دوت سايز، فلو جيت تطبع طبع لك العناصر زي ما يكونوا، لان انت في حالات مثلا بتشوف العنصر كام، يعني مثلا بتقول له دخل لغايه لما عدد عناصر يساوي 0، يعني مثلا سي اوت 0 فور ستوب مثلا، يعني فانت بتعمل سي، فبتقول مثلا اف دي تمب يساوي 0 بريك. وبتخلي الشرط ترو، يعني اعمل اللي يعجبك يعني الى ما لا نهاية. فانت بتقعد تدخل بقى، ما انت متعرفش هيدخل لك كام عنصر، هو اليوزر براحته. فديك قاعد قدامه 0 فور ستوب، ماشي 3 اي عناصر، اهم حاجة تكون ارقام، او دخل 0 وقفهم لك، طبع لك كل العناصر لغاية لما وصل للصفر وقف. يعني دول كام؟ 3 2 أربعة كده، ده التالت، سبعة الرابع، تسعة الخامس، سالب 44 السادس، سالب 7 السابع، 8 9، 9 عناصر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فأنت مش محتاج تعرف الفيكتور فيه كام عنصر، ودي من أقوى الحاجات اللي موجودة، ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتتعبنا في استخدام الأريه. فدي المعلومة الرابعة. المعلومة الخامسة، أنت ممكن تعمل انسيرت العنصر في مكان معين في الأريه براحتك، يعني مش زي في الفيكتور، في اي مكان يعجبك، مش زي الاري ما تقدرش، لازم تغير عنصر او تعمل شيفت، ولازم يبقى عدد الاري يسمح لك بكده. فاحنا يجي هو دخل لك العناصر، انا بقى طلعت في دماغي هعمل انسيرت في المكان الثالث في ثالث عنصر، فتيجي تكتب ماين دوت انسيرت. كل ما عليك ان انت تكتب ماين دوت بيجين اللي احنا كنا بنستخدمها في السورت، تمام، سيشن دي داله، فلازم تحط القوسين وتحدد المكان انت عايزه، مثلا المكان الثالث، فتروح بيجن زائد 3، روح هو تترك في المكان الثالث بس كده. افتكر ان اندكس في الفيكتور بيبدا من صفر، فكده اللي هو الاندكس 3 يعني هو رقم 4، انت عايز تخليه العنصر رقم 3 بس، خليه كده وشوف انت عايز تحط كام، 5 مثلا. مثلا 1 2 77 88 0، اهو جالك في المكان التاني كده، حشر لك الخمسة اللي هو ده اللي هو الاندكس رقم 2 يعني. فبراحتك خالص، حط في المكان اللي يعجبك. اهم الشرط الوحيد ان هو يكون المكان ده موجود في الارينا في الفيكتور نفسه، يعني ما يخرجش عن الاطار. يعني انت الفيكتور بتاعك مثلا فيه 5 عناصر، ما ينفعش تعمل انسيرت المكان رقم 5 او 6، يعني الاندكس 5 اللي هو رقم 6، فده في الاخر خالص ده تعمله باش باك، ان هو مش هيكون موجود بالنسبه لك. عايز تعرف اخر عايز تعمل لاخر عنصر، اكتب ماين دوت اند بس كده، اشوف لك اخر عنصر كام واحط لك فيه. دي كانها بتساوي باش باك، يعني مثلا 1 2 3 و0، هحط لك اخر عنصر كانه باش باك. فده الشرط الوحيد، لان انت مثلا انت لو عندك 3 عناصر ومثلا حبيت تعملها ماين زائد 2 مثلا، اند زائد 2،
هيعمل لك مشكلة. مشكلة هنا ان انت عملت الاوفست اوت اوف رينج، يعني خارج نطاق الفيكتور بتاعك. فدي المعلومة الخامسة. المعلومة السادسة، لو عايز تمسح طلع في دماغك ان في عنصر في الاريه انت عايز تشيله يعني، ودي بتحصل لما تكون مثلا بتعامل مع معادلات. يعني انت مثلا بتجمع خمس تلات ارقام، 1 + 2 + 3، 1 + 2 + 3، فانت مثلا 1 + 2 مجموعهم 3، فهتشيلهم، هتشيل المعادلة اللي هي مثلا 1 + 2 + 3، فطلعت في دول مجموعهم 3، فانت جمعتهم، اروح شايلهم وحاطط مكانهم 3 بس. فكده انت بتحتاج ارث، بتحتاج تمسح، ومحتاج تعمل انسيرت. فدي الفكرة يعني. دلوقتي هنعمل ارث برضه نفس الفكرة، بدل ما بتكم سبت كم ارث، ونفس الشروط ان هو ما يخرجش عن النطاق وما يعملش حاجة يعني، بس الشرط برضه ان انت ما بتعملش دي يعني. مش لما بتعمل ارث ما بتديلوش قيمة، انت بتشيل قيمة. 1 2 3 0، شالك الاتنين. طبعا الارث برضو بيديك ميزة تانية، انت ممكن تحذف كل ال يعني تحذف مساحة، يعني مثلا تحذف من العنصر الاول للعنصر التالت. ازاي دي؟ ماين دوت بيجين، العنصر التالت اللي هو الاوفست بتاعه 2. فكده انت هتمسح اول 3 عناصر، 1 2 3 4 5، شالك من 1 ل 2. كان من 1 ل 2، استنى، شال 1 و 2 بس. فدي هي فكرة الفيكتور، ودي أهم 6 حاجات لازم تعرفهم عنه: الكلود للفيكتور، الالجوريزم، السورت، الانسيرت، والارث، والسايز. لو عرفت دول غالبا هتعامل مع الفيكتور بكل سهوله جدا يعني، براحتك خالص يعني. والفيكتور من اقوى الحاجات اللي موجوده في لغه السي بلس بلس، اقوى على الاطلاق، هو والستاندرد تمبلت لايبراري بشكل عام. الفيكتور كمان بيستخدم 2 دايمنشن. عايز تشوفه؟ شوف الفيديو الجاي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.